12 بجهاز الناس كلها جهاز الواقع جهاز اوتوماتيك مجرد باتش حتى لو سيبه العيان بيديتكت كل المشكله ويقدر يدي دي الشوك لوحده. فالتدريب عليه بقينا ندرب مش الاستاف دكاتره والتمريض، لا كل الاستاف في النادي عمال امن جهاز اداري من حقه يتدرب على الجهاز ده لانه لايف سيفنج، يعني لو حد حصل له حاجه في اي مكان يقدر مجرد يحط الباتش على صدر العيان الجهاز ده اوتوماتيكلي بيديتكت المشكله. أوكي. يتعرف مشكله ضربات القلب اللي فيها مشكله وبيبقى كل لغات العالم حتى باللغه العربيه يقول لك ادي الديس شوك او ادي الصدمه هيديها تدوس على زرار واحد. ففيري امبورتنت تيست ومفروض يبقى متواجد في كل حته. احنا كنا بنسعى انه يبقى موجود في وسائل في المحطات في المترو في محطات السكه الحديد في حتت كتيره، فوجوده داخل النادي ده يعني. والحقيقه احنا معانا من الاطباء اللي بيشتغلوا معانا جايين من معهد العلم وهم اللي بيعملوا تريننج للباقي على جهاز قصدي اللي هو التريننج. لازم الناس دلوقتي بقت ثقافه، انت عارفين بقى في اوروبا دلوقتي وامريكا زي ما بتلاقي ساين للتويلتس والحمامات بقى في ساين للاي اي دي، لان الناس بقت محتاجه تعرف الاي اي دي ده موجود فين زي الحمامات كده. ولذلك كان الملاعب محتاجه طول الوقت الاجهزه دي بقى متوفره لان الناس بتفقد حياتها في ثواني. فاعتقد احنا من الستاف ايه يا عبد الله هنا؟ الستاف اللي عندنا احنا عندنا الصبح عندنا 2 اطباء وبعد الظهر 2 اطباء وعندنا ستاف تمريض. ستاف تمريض كله متدرب عشان حالات الغرز عشان حالات الحقن طبعا كل الكلام ده، انما هم اساسا عندنا 2 من معهد القلب وعندنا بطنه وعندنا جراحه. يعني هتضمن لنا في جميع الاوقات اللي المركز مفتوح فيه؟ مفتوح من الساعه 9 الصبح زي ما قلت لحضرتك، في شيفت من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 4 وشيفت من الساعه 4 لغايه الساعه 11 بالليل ما عدا الخميس والجمعه لغايه الساعه 12. طب احنا مش عاملين برضو بروتوكول مع سيد اللواء حازم خميس؟ عايزين نستغل بقى وجود اللواء حازم، احنا جاهزين ان هم يعني برضو يساعدونا في التدريب بالنسبه للمسعفين والدكاتره وكده، لان دي بالنسبه لنا هي اهم حاجه عشان اعضاء النادي. احنا هنستغلهم انهم يوفروا لنا عربيه اسعاف تبقى تيجي علشان خاطر الحالات ما نقعدش كتير نطلب عربيه اسعاف، وهم ده اللي هم هيساعدونا فيه انهم يوفروا لنا عربيه الاسعاف. احنا عندنا بروتوكول مع هيئه الاسعاف المصريه، وهيئه الاسعاف المصريه نقدر بالاتصال بيها تبقى دايما عربيه اسعاف قريبه للنادي في حدود من 5 لـ4 لـ6 دقائق بالاتفاق مع نادي الزمالك بروتوكول. الاداره الطبيه هنا تعمل الاتفاق ده واحنا هنرعى الاتفاق ده مع هيئه الاسعاف، ونقدر نوفر عربيه اسعاف تبقى قريبه من النادي طول الوقت يعني لحد بالليل. طبعا هنستغل مستشفى وادي النيل طبعا لانها فرصه مش هتتكرر يعني ان احنا الحاله اللي محتاجه تدخل فيما بعد الاسعاف الاولي اللي احنا هنعمله هيبقى ريفيرد لمستشفى وادي النيل، عشان وادي النيل دي هي المنقذ الوحيد لكل حد في مصر. يعني احنا تحت امر نادي الزمالك يعني في اي وقت يعني. بس محتاج في العياده يبقى في جلوكو تيست ده لازم موجود عشان دايما تعرفين الستات الكبار والسكر واللي بيحصل لهم هبوط في السكر ده مهم. الخدمة العيادة لأفراد النادي وذات دايما الشباب غالبا فرص انهم يبقوا متواجدين في العيادة مش فرص كبيرة، دايما الأعضاء وكبار السن دول حاجة مهمة. اللي انا برضو قد افضله ان احنا يبقى عندنا لاب تو لاب، يعني احنا بعد كده يبقى عندنا ممكن ناخد بعض العينات الأساسية لأعضاء النادي ونتفق يعني على أقرب معمل ان احنا نعمل لهم برضو خدمة الحاجات البسيطة، السكر، الكوليسترول، الدهون، وظائف الكلى، دي حاجات السامبلز من النادي ويجي ياخد نتيجته من النادي تاني مع معمل طبعا. على حد معلوماتي انها وحدة طوارئ متميزة وفيها اجهزة حية دقيقة جدا جدا جدا، فبرضو يا ريت لو اهلا ازاي الصحه، الف مبروك، حدث كبير جدا افتتاح العياده المجمعه هنا في نادي الزمالك، وانا بشرف ان مجلس الاداره وثق فيا ان انا ابقى مستشار طبي للنادي واعضاء النادي الزمالك،
وكل الفرق، وعايزين نقدم أحسن خدمة عشان الأعضاء والفرق الرياضية كلها بإذن الله. عندنا اتفاق مع مستشفيات كتيرة في مصر، من أول مستشفى دار الفؤاد ومستشفى الصفا ومستشفى مستشفيات كليوباترا، فإن شاء الله نقدم خدمة متميزة دايما ونبقى عند حسن الظن بإذن الله إن شاء الله. إحنا بس عايزين برضو نتكلم على الوحدة هنا بالأجهزة اللي موجودة، فهي برضو لو تشرحنا كده باشمهندس محمود الوحدة وإمكانياتها وحد هنا التجهيز معمول نموذجي، بمعنى ان احنا عندنا عيادة والمكان فيه ده مركز طوارئ، ده مجهز بان لو لاعب في اي وقت او عضو في اي وقت حصل له اي مشكلة هو في مكانه، احنا في عندنا مجهزين باتنين ترولي مجهزة هيدروليك على اعلى مستوى يتتحرك للاعب او العضو في مكانه. عندنا الجهاز ده مش موجود حضرتك، الجهاز ده مش موجود في اي مكان، ده هاند هيلد اس جي، ده بحيث انك بتتحرك للمصاب بتعمل له اس جي في مكانه. زي حضرتك عندنا المونيتور ده برضه بورتابل، بحيث ان انت برضه لو ممكن بتتحرك بالترولي بتركب عليه المونيتور واخد بالك وبتعمل له بالاس جي هاند هيلد، يعني هنا مكان هنا زي طبعا الاس جي ده برضه هو نفس الموضوع بورتابل، يعني ممكن يتحرك نفس الموضوع. فهيك المكان هنا مجهز ان هو فعلا باسلوب ايديال جدا ان احنا نأتي عندنا في نادي الزمالك، وشيء نفخر بيه جميعا، ده ما اعتقدش انه موجود في نادي مصر، ان احنا نأتي عندنا عيادة على اعلى مستوى مجهزة طبعا بسونار ومجهزة بكل انواع اللي هي مثلا كشف نساء واطفال وكلام ده كله. لا بالظبط، لكن اهم من ده كله هو مركز الطوارئ ده، ده اللي هيخدم على النادي وهيخدم على اللعيبة وهيخدم على الاعضاء. عندنا طبعا الديفيب زي ما حضرتك وشرحت بالظبط، عندنا الاس جي، عندنا الهاند هيلد اس جي ده اللي هو جهاز رسم قلب متنقل، عندنا المونيتور ده متنقل. لازم بدل ما انت قلت ان ده وحده طوارئ لازم يتوفر عندنا الامرجنسي. الامرجنسي هو ايه؟ السي بي ار اللي هو نعاش الحياه. نعاش الحياه زي ما في الديفيبريتور او جهاز صدمات كهربيه لازم في وسائل ان انا احط تيوب للتنفس، لازم يبقى عندي انبوباج على الاقل عشان انقل الشخص ده لا قدر الله لو اصيب يبقى يتم نقله بطريقه امنه، لان هي مساله دقائق. تعرف حضرتك القلب لو توقف اكثر من 3 دقائق المخ بيصاب اصابه مزمنه وما بترجعش. فاللي بقينا هنا اللي انا شايفه ان احنا التجهيزات ممتازه ورائعه، يعني ان احنا محتاجين نوفر اللي هي ما يطلق عليه عوامل السي بي ار دي. لازم عندنا ازاي نركب تيوب سريعه، مش هنقول محتاجين بورتابل فنتليتور، يعني ان فيه اجهزه اللي هي اجهزه التنفس الصناعي المحموله دي زي جهاز الديفيبريتور بالظبط، في اجهزه بتتشال. يعني اعتقد ده هيبقى دي اخر حاجه محتاجينها هنا. ليه؟ في العربيه الاسعاف مش محتاجينه. لا ما هنا اذا وفرنا عربيه اسعاف في توقيت من 6 ل 8 دقائق وعندي مجرد ان حد يحط تيوب ويحط انبوباج هنقدر ننقل الشخص المصاب ده، نقدر ننقل الشخص المصاب بسرعه لعربيه الاسعاف. فاحنا الخطوه القادمه المهمه ان لازم يبقى حوالين نادي الزمالك في مده لا تزيد عن 8 دقائق عربيه اسعاف رعايه مجهزه، وده هنعمل اتفاقيه مع هيئه الاسعاف المصريه.